في القانون التونسي ضد اعتماده. ثم كذلك بالنسبة لضحايا اللي لاحظنا اللي ضحايا العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، غالبا ما يتم اتهام الضحية في عوض التعاطف معها عوض تقديم التسهيلات من أجل الحصول على العدالة ومن أجل رد الاعتبار لها، يتم اتهامها ويتم كذلك في بعض الأوقات تجريمها. التقرير اللي قمنا بإصداره اليوم كانت فيه لقاءات مع 40 أكثر من 40 ضحية مع أطباء شرعيين مع أخصائيين نفسيين واجتماعيين. اشتغلنا أكثر ما يمكن، ماهوش فقط على اشتغلنا على بعض الحالات اللي موجودة، لاحظنا اللي موجود اغتصاب زوجي باقي موجود باقي ممارس بشكل كبير، لاحظنا كذلك حتى من القوات المسؤولة على إنفاذ القوانين يعني أثناء عملية الإيقاف أو النقل في سيارة الشرطة تتعرض الضحية للتحرش وكذلك لعديد الاعتداءات الجنسية. هذاك علاش جزء ما بين المطالب بتاعنا فيه جزء يتعلق بالعنف داخل الفضاء الأسري داخل الفضاء العام، وفيه عنف كذلك يوصل داخل مؤسسات نتيجة تجاوزات عديد الأفراد. هذاك علاش نطالب السلطات من أجل اتخاذ الإجراءات بشكل عاجل لوضع حد للإفلات من العقاب.